بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، دفعة هذا العام 2024 الشعبة العلمية والرياضية والأدبية، أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد من سلسلة أخبار كنترول الثانوية العامة لحظة بلحظة. بالمناسبة ده الفيديو رقم 11، والفيديو ده فيه أخبار مبشرة جدا 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 من داخل كنترول حول النسب بالنسبة لمادة الكيمياء وبالنسبة لمادة الجغرافيا، وكمان هنعرف هل تم البدء رسميا في تصحيح مادة الجيولوجيا ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس والاجتماع، ولا لسه ما بدأوش في الامتحان. كمان هنعلن عن خبر سار جدا 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 لطلبة الشعبة العلمية، وأسر أكتر يعتبر للشعبة الأدبية. لكن بالنسبة للطلبة اللي بيشاهدونا لأول مرة، لو كنت طالب أولي أمر مهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ومهتم بكل ما يدور داخل كنترولات الثانوية العامة لحظة بلحظة، فياريت تنزل فورا تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يصلك كل الفيديوهات القادمة، وياريت تدعمنا بلايك الآن للفيديو، وياريت لو قدرت تشير الفيديو ده شيره بحيث تعم الفائدة. طيب ايه اللي دار في الكنترول خلال الساعات القليلة الماضية وخلال الايام اللي فاتت من ساعة ما عملنا اخر فيديو اللي هو الفيديو رقم 10 اللي اعلنا فيه عن النتائج، او قلنا النتيجة في مادة اللغة الانجليزية مبشرة جدا جدا، وقلنا كمان النسب. كمان كان في قناة زي قناة اللي هي اخبار التعليم لحظة بلحظة كان بيقولوا هيعلنوا عن نسب النجاح والنسبة المئوية في مادة الفيزياء ومادة التاريخ. انا قلت لكم كل حاجة بالضبط، والنسب ما زادتش مش هتقل. قلنا اكتر من 14000 طالب وطالبة قفلوا في مادة الفيزياء، ونسبة النجاح قلنا تجاوزت العام الماضي. طيب نجي بقى لمادة الكيمياء، عشان كانت رعبة كل الطلاب، ورغم التسريبات اللي حصلت والحاجات ديت، رغم ان الحمد لله نتيجة تصحيح مادة الكيمياء مبشرة جدا جدا جدا، والنتيجة النسبة تخطت 89%. دي الأخبار اللي وصلتني من الكنترول، نسبة النجاح تخطت 89%. طب عدد الطلاب اللي حصلوا على 95 فأكثر من المادة، يعني المادة مثلا من 60 اللي جاب 55 فأكثر، بلغ عدد الطلاب تجاوز 19000 طالب وطالبة. ده بالنسبة لمادة الكيمياء. يبقى قلنا مادة الكيمياء نسبة النجاح تخطت 89%، وعدد الطلاب اللي حصلوا على ما فوق 95% فأكثر، اللي هم أقول مثلا من اللي جابوا مثلا 55 درجة لحد 60 درجة، تخطى 39000 طالب وطالبة. طب يا مستر بالله عليك قول لنا الطلبة اللي قفلوا وجابوا الدرجة النهائية في المادة. والله لسه ما في أخبار وصلتني، وأول ما الإحصائية تصلني بالظبط إن شاء الله بإذن الله هنلقوا على كل حاجة، لأن حاليا بيتم الانتهاء من تفنيش مادة الكيمياء، سواء المقالي أو الأسئلة اللي هي الموضوعيه لاختيار من متعدد، لان طبعا بعد ما راجعوا نموذج الاجابه فيعتبر المفروض تاخروا حوالي 48 ساعه، يعني يومين عن بدء تصحيح ماده الكيمياء وماده الجغرافيا. طيب نطمن اكتر طلاب الشعبه الادبيه. طلاب الشعبه الادبيه بالنسبه لماده الجغرافيا، يا مستر نسبه النجاح كام؟ نسبه النجاح تخطت ال 92%. ايوه نسبه النجاح في ماده الجغرافيا تخطت ال 92%. طب عدد الطلاب اللي حصلوا على اكثر من 95 فاكثر، 95% من درجة المادة، يعني برضو من 55 ل 60 درجة، تخطوا ايضا 19000 طالب وطالبة. يبقى قلنا مادة الكيمياء، انا مش عارف قلت النسبة صح ولا لا، مادة الكيمياء نسبة النجاح فيها قلنا تخطت ال 89%، وعدد الطلاب اللي حصلوا على اكثر من على اكثر 95% فاكثر، بلغ 39000 طالب وطالبة، او تخطى 39000 طالبة. لا يكون مثلا قلت 19، لان ايه الارقام مقاربة من بعضها. طيب بالنسبة لامتحان، او بالنسبة للطلبة اللي هم يعتبر جابوا الدرجات النهائية، برضو لسه ما وصلنيش والله حاجة لحد الان، واول ما يصلنا اي نسب ان شاء الله باذن الله هقولها في الفيديو مباشرة. يبقى كده نسب النجاح بالنسبة لمادة الكيمياء
عدد الطلاب اللي حصلوا على 95% فأكثر من الدرجات العليا في المادة بالنسبة لمادة الكيمياء تجاوز 39,000 طالب وطالبة، وفي الجغرافيا عدد الطلاب اللي حصلوا على 95% فأكثر تجاوز 19,000 طالب وطالبة. طيب بالنسبة بقى لتصحيح مادة الجيولوجيا، تم البدء رسميا أمس في تصحيح مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس. قلنا طبعا قبلها من يومين كانوا بيكودوا المادة، وأمس بدأوا رسميا في تصحيح مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية وامتحان علم النفس. طيب بالنسبة أيضا للطلب اللي بيسألوا على درجات الرأفة، كل طالب إن شاء الله بإذن الله، وده أمر مفروغ منه أمر جذري، كل طالب هيأثر في سواء مادة الجغرافيا أو مادة الكيمياء هياخد 6 درجات رأفة اللي هي نسبة 10% من المادة. يعني يا مستر، يعني مثلا مادة الكيمياء من 60 درجة ليك يا حبيبي 6 درجات رأفة. ليه؟ لأن انت لك 10% من المادة. باخدهم امتى؟ الكلام ده هقوله مرارا وتكرارا، الكلام ده للطلاب اللي هم اثروا في الماده. يعني يا مستر ضربنا مثال، يعني مثلا درجه النجاح في الكيمياء والجغرافيا درجه النجاح النهائيه من 60 درجه، درجه النجاح من كام؟ اللي يجيب كام يعدي؟ يجيب 30 درجه. طب مثلا طالب جاب 24 درجه هيدوك 6 درجات وان شاء الله باذن الله تعدي، وده كرم من ربنا، واحمد ربنا اللي هو خصص لك الست درجات رأفة عشان تعدي. طب طالب جاب 25 من 30 هتاخد 6 درجات، يبقى انت كده في الحاله ديت هتكون جايب 31 وهتعدي. طب طالب مثلا جايب 20 فقط، لا يبقى كده 6 درجات مش هيجازوا معاك وللاسف، يعني الا لو حصل حاجه طبعا، لكن انت لك 6 درجات بتاخدهم. نرجع بقى للموضوع اللي قلنا ده هيكون خبر سار، خبر سار يعتبر لطلبه الشعبه العلميه ويعتبر أصر لطلبة الشعبة الأدبية. إيه القرار ده؟ فاكرين القرار أما قالوا هيقللوا عدد الكليات العلمية في الكليات النظرية اللي هو بالمعنى صح للشعبة الأدبية. إيه اللي طمي في الموضوع ده؟ الموضوع ده إن شاء الله بإذن الله هيطبق على الدفعة القادمة اللي هي دفعة 25. ولو عايزين اقول لكم بيان وزارة التربية وزارة التعليم العالي بالظبط هقول لكم البيان، لان يعتبر القرار ده لو اتطبق كان هيبقى طلاب ادبي هيكون فرحانين جدا. ليه؟ لان التنسيق بتاعهم كان هيخفض، وطبعا تنسيق الشعبة العلمية كان هيزيد سنة، لان كان هيضيفوا كليات تانية اللي هي خاصة بالذكاء الاصطناعي وكليات علوم الحاسب وكلية الحاسبات والمعلومات. القرار اللي تم التأكيد عليه اللي هو يعتبر الغاء خليكم فاكرين الكلام ده، اتلغى كلية نظرية من كلية الشعبة الأدبية من اختبارات القدرات. ده والكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات، لو عايزين اقرا لكم البيان بالظبط، والبيان وصلني خلاص. القرار ده ان شاء الله باذن الله هيطبق السنة الجاية، لان كان فيه اتجاه في لجنه وافقت عليه، لكن المجلس الاعلى للجامعات ما وافقش عليه. وطبعا هقول لكم القرار بالظبط اللي هو اكده مصدر في المجلس الاعلى للجامعات ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ان اللجنه العليا للتنسيق هي صاحبه القرار في اعاده توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات 2024-2025، وكذلك التخفيض للكليات خاصه النظريه، لافتا الى ان الاراء المقترحه حول التطوير لنظام القبول والتوزيع الجغرافي للطلاب تضمنت، ده الكلام اللي احنا بنقوله، الغاء الانتساب الموجه، ولكن ترك الامر للجنه العليا للتنسيق والاعلى للجامعات للدراسه المستضيفه خلال الفتره المقبله. ايه يا مستر الانتساب الموجه؟ اللي هو مثلا اي كليه زي مثلا كليه حقوق انتساب موجه للشعبة العلمية كان هيلغوها، انتساب موجه لتربية هيلغوها، انتساب موجه لكلية آداب هيلغوها، أي كلية فيها انتساب موجه كان هيلغوها بالنسبة للشعبة العلمية. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لإحدى الجرائد أن التخفيض المقرر تطبيقه على عدد من الكليات في تنسيق هذا العام 2024 سيتضمن تقليل أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية من الشعبة العلمية، وكذلك تقليل الملتحقين بنسبة الانتساب الموجه، مؤكدا أن هناك بدائل كثيرة
سيجرى توفيرها للطلاب بتنسيق الجامعات للالتحاق بها سواء بتخصصات البرمجة الحديثة لكليات الزراعة والحاسبات والرقمية والسياحة والترجمة والتمريض وغيرها من التخصصات. وأوضحت أن التخفيض في الأعداد لطلاب الشعب الأدبية قليل جدا، وذلك لأن نسبتهم من إجمالي طلاب الثانوية العامة مقدر بحوالي 38%، وأعدادهم متماشية مع الكليات المتاحة لهم والتخصصات، والعمل يجرى على تطويرها وتحديثها وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ده البيان الرسمي اللي وصلني من المجلس الأعلى للجامعات، بمعنى كده اللي هم طرقوا لهم القرار هل هيوافقوا عليه ولا لا. طبعا تم بالرفض، والقرار ده انطبق ان اتطبق هيطبق على تنسيق العام الماضي اللي طبعا ما هيكونش فيه ولا علم علوم ولا علم رياضة ولا أدبي، هيكون بمسميات تانية. وبكده يكون عرفنا نسب النجاح في مادة الكيمياء والجغرافيا، وعرفنا كمان الطلاب اللي حصلوا على 95% فأكثر من درجات المواد، عرفنا أيضا اللي بدأوا تصحيح مادة الجيولوجيا والجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس أمس. كمان برضو عرفنا الخبر الصار اللي يعتبر كان بينتظروه كل من طلاب الشعب العلمية والشعب الأدبية. دمتم في أمان الله وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب، ودائما موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.